أما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وضبطت فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني أوقعهم في الهلاك، فهو أهلكهم بضم الكاف يعني هو أول من وقع في الهلاك منهم. قال النووي رحمه الله: من قال هلك الناس باعتبار ما يرى من صدود الناس عن شرع الله عز وجل فليس داخلا في هذا الحديث. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هلاك الناس في أحاديث كثيرة، منها في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، أخبر بأن المتنطعين المتشددين قد هلكوا. أما إذا قال هلك الناس افتخارا بعبادته أو افتخارا بما يفعل في دين الله عز وجل فإن هذا الحديث يصدق عليه. أما إذا قالها تحذيرا للناس وتنبيها للناس من هذه الأفعال التي تخالف الشرع فلا يدخل في هذا.